اعتصام مجلس الوزراء مازال مستمر. هي طبعا الاعداد النهارده اقل بكتير من الاعداد بتاعت اول امبارح او اول امبارح، ده طبعا بسبب الامطار الشديده اللي نزلت على القاهره امبارح، بالاضافه طبعا الى موضوع الانتخابات. بعض القوى السياسيه الانتهازيه اللي نازله الانتخابات سحبت طبعا الموارد بتاعتها والكوادر بتاعتها من وسط البلد ونزلتها على صناديق الاقتراع. احنا بنتمنى طبعا الاعداد تزيد على بالليل وبكره، لكن في كل الاحوال الاعتصام مستمر هنا في مجلس الوزراء وفي التحرير. ودي بوابة مجلس الوزراء طبعا مغلقة دلوقتي، في ناس بايتة قدامها خيام.